دردشة من القلب للقلب مع ضيوف بتحبون، حوار صريح وبسيط مع أهل الفن والإعلام من دون أي كلفة. جوزي شغلته الأساسية حلها رجالة، بس من بعد ما آخر ثلاثة طلعوا من عنده بلدينين وشعراتهم مثل هيشة البلين، صارت شغلته Developer Manager Consultant Sales Broker Life Insurance، يعني اسم شغله أطول من دوامه. إذا حبيتوا هالمقتطف من مسرحية ريما لجوقديح، شو رأيكم تتعرفوا علي أكتر ببرنامج بلا كلفة مع أسعد حطاب الجمعة 6:30 المساء على صوت المدى؟ روزي يازيجي.